الحمد لله ذي العزة والكبرياء، له الكمال المطلق في الذات والصفات والأسماء، كتب على الخلق الفناء وتفرد بالحياة والبقاء. أحمده سبحانه وأشكره على تتابع النعم والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مزيل الهم والغم والكرب وكاشف البلاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بشر وأنذر، وابتلي فصبر، وأوذي فغفر، صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وصحابته الأوفياء الأنقياء، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الكرام، ونحن نسير في دروب الحياة ونتقلب على هذه البسيطة، كم نحن بحاجة إلى وقفة روحانية، وقفة نجدد فيها الإيمان في القلوب، ونزيل عنها غبار الغفلة والذنوب. ما أحوجنا إلى ذلك؟ فتعالوا بنا عباد الله، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا اليوم نجلس مع أنفسنا جلسة تزكية ومصارحة، نقلب فيها بعض الصفحات ونستلهم شيئا من العظات، لعل الله أن يجمعنا في غرفات الجنات. أيها الكرام، أتحدث إليكم اليوم عن حقيقة عظيمة من حقائق الإيمان، من أنكرها كفر وأصلاه الله سقر. حقيقة عظيمة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بها، بل بكثرة ذكرها. ومع هذا، فالكثير منا يشمئزون عند ذكرها ولا يحبون الحديث عنها، أي عن هذه الحقيقة العظيمة. نعم يا عباد الله، إنها الحقيقة الكبرى، وهي أن كل حي سيفنى وكل جديد سيبلى، وما هي إلا لحظة واحدة في مثل غمضة عين أو لمحة بصر، وإذ بالروح تخرج إلى بارئها، فإذا العبد في عداد الأموات. إنها حقيقة الموت، إنها حقيقة الموت، ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل قد مات. هذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في الخلق، يموت الغني والفقير، يموت الكبير والصغير، يموت الطبيب والمريض، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. أيها الكرام، ونحن في غفلة الحياة كثيرا ما نفاجأ باتصال أو رسالة أو غير ذلك أن فلانا قد مات، وقد كان في كامل صحته، وقد كان في كامل عافيته، لا يشتكي من مرض، لا يشتكي من بأس، ليس فيه شيء، لكنه قد مات. وهذا مصداق الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة، وذكر أمورا منها، وأن يظهر موت الفجاة، رواه الطبراني وحسنه الألباني. وقد روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أنا من لا يهاب الملوك ولا يمنع من القصور ولا يقبل الرشوة. قال: فإذا أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد.
فقال: يا داود، أين فلان قريبك؟ قال: قد مات. قال: أين جارك؟ قال: قد مات. قال: أما كان لك في كل هؤلاء عبرة لتستعد؟ هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. ذكر كاتب عن نفسه قبل موته رحمه الله، ذكر كلاما عجيبا ينبغي أن نقف عنده وقفات. قال: عند موتي لن أقلق ولن أهتم بجسدي البالي، فإخواني من المسلمين سيقومون باللازم، يجردونني من ملابسي، يغسلونني، يخرجوني من بيتي، يذهبون بي إلى مسكني الجديد القبر، وسيأتي الكثيرون لتشييع جنازتي، بل سيلغي الكثير منهم أعماله ومواعيده لأجل دفني، وقد يكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتي يوما من الأيام. أشيائي سيتم التخلص منها، مفاتيحي، كتبي، حقيبتي، أحذيتي، ملابسي، وهكذا. وإن كان أهلي موفقين فسوف يتصدقون بها لتنفعني. تأكدوا أن الدنيا لن تحزن علي، ولن تتوقف حركة العالم، والاقتصاد سيستمر، ووظيفتي سيأتي غيري ليقوم بها، وأموالي ستذهب حلالا للورثة، بينما أنا الذي سأحاسب عليها، القليل والكثير، النقير والقطمير. وإن أول ما يسقط مني عند موتي هو اسمي، لذلك عندما أموت سيقولون عني: أين الجثة؟ ولن ينادوني باسمي. وعندما يريدون الصلاة علي سيقولون: أحضروا الجنازة، ولن ينادوني باسمي. وعندما يشرعون بدفني يقولون: قربوا الميت، ولن يذكروا اسمي. لذلك لن يغرني نسبي، ولن تغرني قبيلتي، ولن يغرني منصبي ولا شهرتي. فما أتفه هذه الدنيا، وما أعظم ما نحن مقبلون عليه. فيا أيها الحي الآن، اعلم أن الحزن عليك سيكون على ثلاثة أنواع: الناس الذين يعرفونك معرفة بسيطة سيقولون: فلان مسكين مات رحمه الله، ثم أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أيام، ثم يعودون إلى حديثهم بل وضحكهم، ثم الحزن العميق في البيت، سيحزن أهلك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين، أو حتى سنة، وبعدها سيضعونك في إرشيف الذكريات: انتهت قصتك بين الناس، وبدأت قصتك الحقيقية وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال، لقد زال عنك المال، لقد زالت عنك الصحة، لقد ذهب عنك الولد، لقد فارقت الدور والقصور، لقد فارقت الزوجة، ولم يبق معك إلا عملك، وبدأت الحياة الحقيقية. والسؤال هنا: ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل وعمل. لذا احرص يا عبد الله على الفرائض، فما تقرب إلي عبدي، كما ثبت في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته إليه، ومنها الصلاة. إذا سمعت يا عبد الله النداء والأذان الله أكبر، فاعلم أن الله أكبر من كل شيء، لا تقدم على الله شيء. ثم حرص على النوافل، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. احرص على نوافل الصلوات القبلية والبعدية، وعلى نوافل الصيام والصدقات. واحرص يا عبد الله على صدقة السر. ومن استطاع منكم يا عباد الله أن يكون له خبيئة من عمل فليفعل. وأتعجب من الآيات التي ذكرت في القرآن فيما يتعلق بالصدقة: أكثرها أو كلها وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية. قدم الله صدقة السر على العلانية، قيل لفضلها ولأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء،
ولنحرص يا عباد الله على صلاة الليل. قم يا عبد الله قبل الفجر بربع ساعة أو بعشر دقائق أو حتى بخمس دقائق وقم وصلي لله ركعتين، فهذا وقت مبارك، وقت لا يراك فيه أحد إلا الواحد الأحد. هذا وقت مبارك ينزل الرب فيه جل جلاله إلى الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويقول يا عبادي أي شرف أن تكون من عباد الله، ومما زادني شرفا وتيها دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن صيرت أحمد لي نبيا، فقم يا عبد الله واحرص على هذا الوقت المبارك، لأن الله ينادي يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه. لنحرص على العمل الصالح لعلنا ننجو، ولنكثر من الصدقة يا عباد الله ولو بالقليل، فالقليل عند الله كثير، لأن الميت لماذا اختار الصدقة؟ لماذا اختار الصدقة لو رفع إلى الدنيا؟ كما قال ربنا عز وجل: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ولم يقل لأعتمر ولم يقل لأصلي ولم يقل لأصوم فأصدق. قال العلماء: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته، فأكثروا من الصدقة، فإن لم تجدوا مالا تتصدقون به فالكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة. فاغتنموا الحياة قبل الممات، فيا أبناء العشرين كم مات من أقرانكم وتخلفتم، ويا أبناء الثلاثين أدركتم الشباب فما تأسفتم، ويا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، ويا أبناء الخمسين انتصفت المئة وما أنصفتم، يا أبناء الستين هيا إلى الحساب فأنتم على الموت قد أشرفتم، ويا أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم، ويا أبناء الثمانين لا عذر لكم فقد أعذرتم. تذكروا أقرانكم الذين مضوا قبلكم كيف ترملت نساؤهم وتيتمت أولادهم وقسمت أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم ونحن على الطريق سائرون ونوشك أن نصل، ووالله لن تخرج أرواحنا من الدنيا حتى نسمع إحدى البشارتين: إما النار وإما الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وإذا أردتم حسن الختام فإياكم ثم إياكم والتسويف وطول الأمل، والزموا الاستقامة وأحسنوا العمل. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ديان يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر المؤمنين، أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر الموت في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا سعة إلا ضيقها. وقد قيل: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل عن العبادة.
واعلموا يا عباد الله أن تذكر الموت لا يعني كثرة الحزن وطول النحيب مع الإقامة والتفريط، كلا وألف لا، بل إن تذكرنا للموت يجب أن يقترن بخوفنا من سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم. سلوا الله يا عباد الله أن يعيذكم من حسن الخاتمة، وسلوا الله أن يرزقكم حسن الخاتمة. وإن أنسى فلا أنسى ذلك الرجل الذي خرج من بيته في رمضان قبل سنوات مضت، قبل صلاة الظهر ذهب إلى مكة محرما معتمرا، وصل الحرم بدأ بالطواف، ولما انتهى من الطواف أراد أن يصلي ركعتين خلف المقام، وبالفعل بدأ بالصلاة، وفي آخر سجدة قبض الله روحه وهو ساجد. وانظروا يا عباد الله، صائم ومحرم وساجد، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا ليت شعري كيف تكون خاتمتنا، وبما يختم الله أعمالنا وأعمارنا. ولا تنظروا ولا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا ما يختم له. فهذه رسالة لنا جميعا أن نبادر قبل أن نغادر. فهل من توبة قبل الموت؟ فيا من قطعت صلتك بالمساجد، هل من توبة قبل الموت؟ يا من وقعت في الزنا وهتك الحرمات، هل من توبة قبل الموت؟ يا من أدمنت الخمور والمخدرات، هل من توبة قبل الموت؟ يا من ظلمت العباد وسعيت بالفساد، هل من توبة قبل الموت؟ يا من تغتاب إخوانك وتستهزئ بهم، يا من تساهلت بالربا وأكل الحرام، هل من توبة قبل الموت؟ يا من عقبت والديك وأغضبتهما، هل من توبة قبل الموت؟ يا هاتك الحرمات لا تفعل، يا واقفا في الفواحش أما تستحي وتخجل، يا مبارزا مولاك بالخطايا تمهل. فالكلام مكتوب والقول محسوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. اللهم أحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يا علي يا أعلى، ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، واجعل ذلك على شهادة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء، آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر جنودنا على الحدود، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، كلهم ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معينا يوم فقد المعين. اللهم إنا نحبك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اغفر ذنوبا سترتها، وامح سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أعمالنا فتقبلها، وتعلم حاجاتنا فاقضها يا قاضي الحاجات. يا رب أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.